يعني في الحياة يعني أنا أصنف إن كانت مهنة يعني وهو الواقع أنه شغف وولع وحياة كاملة هو الرسم، بس أقارنها بمهن أخرى يعني مهن رؤساء أحزاب، فليكن أطباء، فليكن أي مهنة أخرى، يعني هي مهنة قاتلة ما في الشكل الرسم، لأنه بين آلاف الرسامين مستحيل أنه في رسام بيعيش من رسمه، هو بحاجة معناته إلى بيع يومي حتى يغطي تكاليف ملبسه ومأكله وتفاصيل أولاده والعيش في وضع مادي مرحرح، هذا أمر مستحيل جدا، لا هو في المستوى المحلي صعب ولا بالمستوى القاري ولا بالمستوى العالمي. أنا يتحقق هذا الشيء، هذا رجل يعني جبار أو في رعاية إلهية لوضعه قولا واحدا، واللي بيحكي عكس هيك بيكون هذا أحمق وغبي أو متغافل ولا يعرف الحقيقة. هذا إن كان مصدره الوحيد فقط الرسم، معناته هو في بيع دائم ومستمر حتى يجوز هذه المشاريع. وأنا أصنف ذاتي من أهل الجبابرة وأولي العزم وأصحاب الهمم الكبيرة، وأنا موجود في سوريا في بلد يعاني الحرب من أشد الحروب ضراوة في هذا القرن الذي لا يشبهها حرب ولا أي شيء، يعني بركان يختفي بعد يومين، زلزال تسمع به بعد يومين، طويت الصفحة، تقوم البلاد، تأتي المساعدات، يدفن الضحايا، انتهى الموضوع. لكن نحن أمام أكثر من 20,000 زلزال مكرر ومكرر ومكرر، وأمام 20,000 بركان مكررا ومكرر، وهذا يطحن الأجيال الشابة والكبيرة ولا أحد يسأل علينا. عفوك يا الله، متى تنزل رحمتك إلينا؟